وبصفتي أمير المؤمنين فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله يتقبل التهاني بالعيد السعيد، وفي مقدمة المهنئين صاحب السمو الملكي ولي العهد، وبيعة دائمة تزداد متانة ورسوخا عند كل لحظة ومحطة أو منعطف أو رهان. جمعة 23 يوليوز 1999، كانت مبلبلة في القصر الملكي في الرباط، صالون ديال القصر دكس على الفم، كاع الشخصيات الوازنة في المغرب جاتهم السيد على الحضور ليلة البيعة للملك الجديد. اش منك يا أمارة؟ واش منك يا كبار ضباط الجيش؟ واش منك يا زعماء الأحزاب السياسية ونواب الأمة وكبار شخصيات ورجال السلطة؟ واش الأغمية ديال البلاد؟ كلشي حتى على جلابية بيضاء وطربوش أحمر، وتجمعوا باش يأديوا قسم الولاء للراجل اللي غادي يولي من بعد ياخذ لقب محمد السادس أمير المؤمنين. أجي وبلاش، كيفاش أمير المؤمنين؟ واش أمير على كاع المؤمنين اللي في العالم ولا غير على المؤمنين المغاربة؟ إوا واليهود ونصارى المغاربة أمير ديالهم ولا لا؟ ولا هما ما داخلينش في هاد إمارة المؤمنين والملحدين المغاربة اللي ما عندهمش كاع معتقد؟ شنو المحل ديالهم من الإعراب؟ حيتاش في التعديل الدستوري الأخير كانوا ناويين يدخلوا حرية المعتقد في الدستور، حق من حقوق المواطن المغربي، يكون مسلم يكون بودي ولا يعبد حتى شي شجرة ولا شي صخرة، حياته هادي حريته هادي. هذيك لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والدولة كتضمن لأي واحد الحرية ديالو. كانوا حتى كتبوا في الدستور حرية المعتقد وسناو عليها وغادي يرفعوها صافي باش تلونصا هو ينوض واحد. أجي وإمارة المؤمنين نسيتوها؟ دابا إلا دستوريا المغاربة فتحنا لهم الباب ديال حرية الاعتقاد، راه غتنوض الروينة مع المغاربة اللي غادي يقول لك أنا خويا كاع ما مؤمن، أنا كافر، وبالتالي ما داخلش في الرعاية ديال أمير المؤمنين. وإمارة المؤمنين كمؤسسة حامية للدين والأمن الروحي في المغرب ما غيبقى عندها قيمة، وغيتفكك المجتمع المغربي وغيولي كله يلغي بالغاب. يقدر شي واحد يسول سؤال، هاد أمير المؤمنين شنو الصلاحيات اللي كتعطيه؟ يعني مني تيكون أمير المؤمنين شنو معناه؟ شنو اللي من حقه أنه يدير؟ 1981 الحسن الثاني الله يرحمه كان باغي يمدد الولاية ديال البرلمان، يعني الحسن الثاني في عوض الولاية ديال البرلمان تكون 4 سنين بغى يرد 6 سنين. ناضوا فريق ديال البرلمانيين الاتحاديين ما بغاوش هاد القضية، رفضوا. الحسن الثاني ما عجبوش الحال، قال لهم إلا كان الدستور كيعطيكم الحق أنكم ترفضوا هدرتي، أنا الحسن الثاني بصفتي أمير المؤمنين وبايعتوني والبيعة مازال في أعناقكم تنقول لكم ما عندكمش الحق تعارضوني، وإلا عارضتوا راكم خنتوا البيعة اللي في عنقكم وغتموتوا ميتة جاهلية. واش هاد الشيء كيعني أن أمير المؤمنين اللي قالها هي اللي كاينة وما عند الحق حتى شي واحد يقول لا؟ حيتاش من ناحية أخرى نعرفين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجا فليقوم. فناد رجل قال له والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا. شنو قال عمر؟ قال الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. دابا أنت أيها المغربي أختي المغربية اللي كتشوف هذا الفيديو، أنت في عنقك بيعة ولا خنتي ديك البيعة ديال أمير المؤمنين محمد السادس كتموت ميتة جاهلية، لكن تقدر تقول لي أنا خويا ما بايعت حد ما سنيت شي ورقة؟ ما أنا غنقول لك لا، ربايعتي. كيفاش؟ سيداتي سادتي مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة فيديوهات اللي درناها على الملك محمد السادس. في الفيديو الأول كنا تطرقنا لحياة الملك قبل تولي العرش، الفيديو الثاني هدرنا على الملك بصفته رجل أعمال كبير وبيزنس مان، اليوم غنهدروا على محمد السادس بصفته أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين المسلم الأول في المملكة. فشنو هي إمارة المؤمنين؟ ولاش كتليق هاد إمارة المؤمنين؟ وشنو تاريخها؟ كيفاش بدات؟ وكيفاش محمد السادس هو أمير المؤمنين وعنده مستشار ديالو يهودي؟ وشنو الرد على داك السؤال اللي تيقول علاش سيدي من صافي نحيدو هاد إمارة المؤمنين ونخليه غير اسم الملك؟ حلقة اليوم من الحلقات الكبار فيها شلابك ومعلومات، تبعوا معايا الفيديو من الأول تالآخر، عطونا لايك، اشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام، على بركة الله نبداو. أه
1999 ديك الليله ديال البيعه في القصر. البيعه جرات على حساب الاعراف الرسميه المخزنيه الجاري بها العمل هرنوز مارة وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه عبد الكريم العلوي المدغري. قرا نص البيعه اللي كتب براسه قبل سويعات. عقد قصير ما فيه لا صباغه لا زواق، استغل فيه الموروث الديني، وكان النص: الحمد لله الذي جعل الامامه العظمى امنا للامه ونعمه ورحمه، وجعل البيعه ميثاقا بالطاعه لاولي الامر عهدا ووثاقا. قال تعالى: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، فمن نكث فانما ينكث على نفسه، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه اجرا عظيما. وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه، يعني ما عنده علاقه بالمسلمين والاسلام. ان اصحاب السمو الامراء وعلماء الامه وكبار رجالات الدوله ونواب الامه مستشاريها ورؤساء الاحزاب السياسيه وكبار ضباط القياده العليا للقوات المسلحه الملكيه الموقعين اسفله يقدمون بيعتهم الشرعيه لخلفه ووارث سره صاحب الجلاله والمهابه امير المؤمنين سيدنا محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن، جعل الله ايامه ايام يمن وخير وبرك وسعاده على شعبه وبلده، وحقق على يديه الكريمتين امال هذه الامه الوفيه المتمسكه بعرشه والمتفائله بعهده، ملتزمين بما تقتضيه البيعه من الطاعه والولاء والاخلاص في السر والعلانيه والمنشط والمكره طاعه لله عز وجل. اجمع طوي الله يبارك في عمر سيدي. النص فسر البيعه انها كونترا كتجمع بين امير المؤمنين والرعيه، يعني المغاربه رعيه، وثيقه البيعه ما استمداتش مرجعيه لا من الدستور ولا حتى من شي مصدر قانوني وضعي في البلاد، بل هو موروث وطابع تقليدي خالص ابدا في المملكه الشريفه منذ دريس الاول. هذه الواقعه ديال البيعه جعلات من الدين ولا شيء من غير الدين، مصدر استمد منه محمد السادس الشرعيه، او بتعبير اخر الاسلام هو اللي جعل من محمد السادس ملك. دابا غنبداو من البدايه، لكن حل معايا عقلكم مزيان وتصنتوا مزيان، الله يجازيكم بالخير. تصنتوا مزيان لمشي نقول شي كلمه اللي ماشي هي هذه. غندخلوا دابا شويه فلسفيا وتاريخيا مجردا. النظريه الدينيه تتقول ان الدوله هو نظام قدسي. اسمع اسمع مزيان، ان الدوله نظام قدسي مفروض من الله لتحقيق غايه السلطه العامه. هذه السلطه العامه هي حق من حقوق الله بوحده، وهو اللي كيختار شكون غينوب عليه في الحكم. وهنا غادي نبداو بثلاثه ديال ليفلز، ثلاثه ديال المستويات. غنبداو بالستاج الوحش، واللي هي ان الحاكم كيكون اله ولا بالاحرى كيدعي الالوهيه. في هذا المستوى تيقول ان الحاكم هو من طبيعه الهيه، شخص مقدس وخاص الناس يعبدوه. هذا الشيء كان في الحضارات القديمه بحال الحضاره الفرعونيه، بحال فرعون راه كان لحس المخ ديال الشعب، كان كيقول لهم انا هو ربكم الاعلى، وكان هو القبله والناس كتصلي لجهته. وهذا الشيء راه بقى خدام حتى في العصور الحديثه. غير في الحرب العالميه الثانيه الشعب الياباني كان كيعبد الامبراطور. ستاج ثاني، في هذا ستاج قال لك سيدي حقا ما حقا باللي الله هو اللي كيختار، هو اللي كيختار الحاكم بنفسه وبطريقه مباشره. الله هو اللي كيختاره، وما على الشعب الا السمع والطاعه والولاء. فهاد 16 فين بانت ديك القوله ديال من اطاع الامير فقد اطاع الله ومن عصى الامير فقد عصى الله. وكاين حتى حديث في الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني. بقى 16 الكيوت هو الحق الالهي غير المباشر. هذا في القرن 15 الميلادي من سيطره الكنيسه على العالم المسيحي ظهرت هذه النظريه اللي تتقول الله ما كيتدخلش بطريقه ديريكت، ولكن كيتدخل بواحد الطريقه انديريكت. الشعب مسير، والله هو اللي كيرتب الاحداث، الله هو اللي كيساهم في اعداد الانتخابات، الله هو اللي كيساعد الشعب باش يختار نظام الحكم، يختار الحاكم اللي بغاه الله. ومع مرور الوقت الشعوب فاقت وعاقت ولات كتفهم ان الحاكم ما هو الا بشر بحالنا بحاله، ما عنده ما هو اله ولا مقدس ولا خصنا نعبدوه ولا والو. ومع ذلك بانوا شي طرق جداد للوصول للكرسي، بحال ادعاء الزعماء نسب شريف. دابا علاش الحكام تيتباهاو بالنسب ديالهم؟ وعلاش خاصهم في كل خطاب يذكرونا بالنسب وشكون هما ومنين جاو؟ ابن خلدون راه هضر على هذه القضيه، قال لك في زمان كانوا القبائل كيتجمعوا هما اللي كيختاروا الحاكم، كانوا كيختاروه بمعيار واحد. شنو هو؟ هو النسب ديال الشخص. كنتي من عائله معروفه ولا ولد شي زعيم قديم ولا من شي قبيله اللي واعره، مرحبا بك. المهم هو الاصل والحسب والنسب. ايام الحكم العباسي هذه الظاهره بدات كتبانوا بزاف، ولا غلي ناط تيقول لك انا من عائله صحابي، انا من عائلة
ديال النبي صلى الله عليه وسلم انا اللي نستحق نكون حاكم، والناس كانوا دغيا كيتيقوا خصوصا ملي كتجبد عليهم حسن الدين. وهاد البلان راه باقي تنعيشوا دابا في البلدان العربيه حتى في المغرب. كاين واحد تيقول لك انا من الشرفه، انا من العائله ديال النبي صلى الله عليه وسلم، انا حفيد الرسول. ما علينا، بدا اللقب ديال امير المؤمنين منذ العهد ديال الخلفاء الراشدين. قال يا امير المؤمنين، اول من دعي بهذا الخطاب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبقى حتى مع الخلفاء الامويين والعباسيين. هو لقب وصفه عند الشيعه، اللقب ديال امير المؤمنين تيعطيه فقط لعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وفقا لحديث الغدير ان النبي صلى الله عليه وسلم لقبه امير المؤمنين حين نصبه خليفه ومولى للمسلمين. اول من تلقب امير المؤمنين في الاسلام هو الفاروق عمر بن الخطاب، والسبب علاش؟ ساهل، قال لهم كنتو تتقولوا لابو بكر خليفه رسول الله، انا شنو غتقولوا ليا؟ قالوا له غادي نقول لك انت خليفه رسول الله. قالوا مواي اللي غتكون ثقيله. ايوا والخليفه اللي غيجي من بعدي شنو غتقولوا له؟ قالوا غادي نقولوا له خليفه رسول الله. ايوا بقينا هنا. ناض المغيره بن شعبه قال له انت اميرنا ونحن المؤمنون. قال له صافي، يعني انا امير المؤمنين. وحتى في المغرب مع بدايه اول دوله اسلاميه في المغرب توصفوا الحكام بهذا اللقب، لكن في عهد المرابطون مع القائد يوسف بن تاشفين وكان امير، قالوا له نقول لك انت خليفه المسلمين ما بغاش. قالوا له نقول لك امير المؤمنين ما بغاش. قال لهم حاشا واش نوصل لمقام الخلفاء الراشدين، وقال انا امير المسلمين. الذي يخلد هذه السنة الذكرى 17 لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش اسلافه المنعمين، هو حرص من الشعب المغربي على تجديد ولائه وبيعته لملكه كلما حلت ذكرى عيد العرش المجيد، وإجماع واضح حول تشبث المغاربة من طنجة إلى الكويرة بالوحدة الترابية للمملكة، إلى جانب كونه تعبيرا صريحا عن رغبتهم في صون حرمتها والذود عن حماها. وفود مختلف الأقاليم والجهاد تجدد الولاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. البيعة ديال الأمير المؤمنين كيفاش كتكون؟ دابا من كيموت الملك أو يخلع ولا ما كيبقاش قادر يقوم بالمهام ديالو، كيتجمعوا أولو الأمر من رجال الدولة وأعيان الأمة، كيتشاوروا بيناتهم شكون يصلح يكون أمير المؤمنين من بعده حسب الشروط اللي اتفقوا عليها الفقهاء. صافي، ملي كيختاروا شكون وكيجمعوا عليه كيعقدوا ليه البيعة. أما إذا كان المرشح معهود ليه بالملك في حياة اللي قبله فصافي، راه البيعة تتكون غير تزكية للبيعة اللي قبل منها. أي مغربي يقدر يسول يقول مثلا أنا راه ما بايعتش، أنا ما مشيتش بايعت ولا شي حاجه. نقول لك انت ما كتبايعش، متفق معاك، ولكن واخا هكاك راك كتبايع امير المؤمنين. ما فهمتيش؟ دابا حنا الامه المغربيه، هذه الامه المغربيه عندها ممثلين علماء اشراف اعيان، هادو كينوبوا عليك في البيعه، وكتكون الكلمه العليا للعلماء باعتبارهم هما الحمل ديال الشريعه والمسؤولين قدام الله اكثر من غيرهم. هذا العقد ديال البيعه ولا الكونترا كتكون مكتوبه وكيشهد فيه كاع العدول ديال الامه، والقدات كيشهدوا على المبايعين السمع والطاعه للامام المبايع. ومنين صافي كيشهدوا كيدعيوا الله يبارك في عمر سيدي، الله يعاونكم قال لكم سيدي، الله يرحم سيدي، الله يصحكم قال لكم سيدي، الله يرحم سيدي، الله يرضى عليكم قال لكم سيدي، الله يرحم سيدي. الله يطول في عمر سيدي ثم تدق حينئذ الطبول وتنفخ المزامير. تطلق المدافع ابتهاجا بالملك الجديد. ربما في المغرب كاين بعض المغاربه اللي ما باغينش هاد اماره المؤمنين تبقى، كاع اشخاص نقولوا هما حداثيين يقولوا حنا بناد اليوم داكشي التقليدي ما بقى، داكشي ديال زمان والتقليدي وداك الحكم كيفاش كان ما بقاش واكل دابا، دونك ما كتعجبهمش هما امير المؤمنين، بغاو كلمه الملك فقط بحال في الدول الاخرى. علاش؟ حيت هما الكلمه ديال امير المؤمنين كتفكرهم بكل ما هو ديني اسلامي، هما لا هما عزاز عليهم الحداثه، هما كيعتقدوا اننا بوحدنا في المغرب اللي باقي كنستعملوه دين مع السياسه. هاد الناس هما اللي تنقولوا عليهم حنايا علمانيين ولا علمانيين، كيطالبوا بفصل الدين على السلطه والاسقاط ديال هذه اماره المؤمنين كمؤسسه. وكيبقى ديما عندهم واحد السؤال، علاش سيدي ما نحيدوش امير المؤمنين، وعلاش سيدي ما نحيدوش الكلمه ديال امير المؤمنين ونخليو اسم الملك؟ جوابا على هذا السؤال، ان اول حاجه في الدستور عندنا الفصل 3 من دستور المملكه المغربيه فيه شنو؟ في ان الاسلام دين الدوله، وتبعها باللي الدوله تضمن لكل واحد حريه الممارسه ديال شؤونه الدينيه. وهو نورمالمون هما تيقولوا حتى هذا الاسلام دين الدوله خصها تحيد. علاش
في الدستور ما يكونش غير الدولة تضمن لكل واحد الحرية ديال ممارسة شؤونه الدينية، لأن الدولة هي دولة مدنية عايشين فيها مسلمين واليهود وكل شيء. ودابا اسمعني مزيان، نقول لك لا إمارة المؤمنين ومشات التحييدات، شنو غادي يولي؟ أشنو غادي يوقع؟ أشنو غادي يوقع إلى حيدنا الملك ما هو ديني وخلينا ليه ما هو اقتصادي وسياسي؟ النتيجة أن الملك ما غيبقاش يمارس الصلاحيات الدينية اللي كتعلق بإمارة المؤمنين. أول نتيجة غادي يعشش عندنا الإسلام ديال داعش في المغرب. دابا واحلين مع ساكت تحيد يولي هذا الفراغ هذا، وتشوف شنو غيطرى. غنوليو نسمعوا بالتكفير، غنوليو نسمعوا بالقتل، غيولي القتيلة بحال الدبان، غادي يولي فراغ روحي. هذا الفراغ غادي يعمروه الوهابيين، والدولة غادي يتحكموا فيها الخليج، تولي لا دين لا سياسة في البلاد. راه المغرب منذ قرن وزمارة كان عنده امتداد لأوروبا وإفريقيا دينيا. رحنا المغاربة اللي نشرنا الإسلام في إفريقيا أكثر من 30 دولة، ولحد الآن مازال كاينين دول في إفريقيا أي رئيس بغى يترشح فيها خصو يجي للمغرب ياخذ البركة والقبول. علاش كيجيو؟ حيتاش الزوايا تما تابعة للمغرب، علماء دين تما يقراو هنا في المغرب، جامعة القرويين في الجوامع ديالهم في هاد الدول الإفريقية كيدعيو الأمير المؤمنين محمد السادس في المساجد بحال هما ساكنين في المغرب، وتياخذوا الدعم من المغرب. النتيجة الثانية، إلا حيدنا إمارة المؤمنين في المغرب غادي يمشيو حتى الدول الإفريقية معاها، حيتاش هاد الدول الإفريقية تابعين للمغرب دينيا، يعني إلا مشى ما هو ديني كيتبعوا ما هو سياسي، وبالتالي غيمشي معاه الاقتصاد. يعني بالدارجة تدراج غنصبحوا لا ديدي لا حبل ملوك، لا حمار لا سبعة فرانك. داكشي اللي المغرب بناه منذ سنوات طويلة جي نتضربوا في الزيرو غير حيتاش أشخاص يلا طفات عليهم الشمعة، قال لك حنا حداثيين وغادي نشوفوا دابا الاقتصاد وكاين اقتصاد سياسي وخصنا نحيدوا هاد إمارة المؤمنين. راه بغيتي ولا كرهتي راه دائما كيف ما كاين اقتصاد سياسي كاين اقتصاد روحاني ولا اقتصاد ديني. راه السعودية راه كتربح من هاد الاقتصاد الديني الملايير الدولارات غير فاش بنادم كيمشي للحج. حنا في المغرب رابحين منه أصدقاء ديال بصح في إفريقيا كنعولوا عليهم سواء اقتصاديا سواء سياسيا، وكاين شركات مغربية اللي كتستثمر في إفريقيا لكل هذه الأسباب. إمارة المؤمنين عندها دور كبير كبير جدا، لأنها تتحكم في الشأن الديني، ما كتخليش أي واحد طلق اللحية يجي يقرأ علينا داكشي ديالو ويبدأ يحلل ويبدأ يحرم كيف ما بغى. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سالات، شكرا شكرا لكم بزاف على المتابعة. ما تنساوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. كان معكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار، السلام عليكم، دوزوا بخير وعواشر مباركة. قدوة هو المثل، هو الأسوة ببذل الخير والجود، يلتفت إلى الضعفاء والمحتاجين، يحث على التضامن والتكافل، يقود سفينته، يجعل من الجود والسخاء والبذل والعطاء شعارا للإيمان، فحفظ بذلك جوهر الدين وروحه، ورسخ في أمته محبة مبادئ عظيمة جليلة. الله